بدأ الفنان الإنجليزي فورد مادوكس براون رسم هذه اللوحة سنة 1852، ولم يتمها إلا عندما وجد مشتري لها. في وسط اللوحة ارتكز عمال يبنون مجرى للصرف الصحي. في يمين اللوحة رسم براون رجلين مثقفين، وعلى اليسار رسم بائع الأعشاب بملابس رثة وقدمين حافيتين، ممثلا بذلك طبقة الفقراء، فيما تقف وراء البائع سيدتين ورجل وامرأة يمتطيان الحصان. هؤلاء يمثلون الغنى الفاحش، غنى فقر، بذخ شقاء. قصد الرسام بهذا انتقاد الفوارق الاجتماعية بفيكتوريا آنذاك، كما أن اللوحة عنوان لقيمة العمل الأخلاقية.